السلام عليكم. قدمنا قبل كده كتير البرياني، عملنا البهارات بتاعته وعملنا برياني باللحمه وعملنا برياني بالفراخ. اي حد عايز الريسبي بتاع البهارات بتاعه البرياني هتلاقوها على السايت بتاع الوصفه.com. اول حاجه عندي هبتدي في الطاسه دي، هبتدي ان انا اشوح الروبيان بتاعي. النهارده هنقدم البرياني، هنعمله بالروبيان او اللي هو الجمبري، بس هنعمله كده سهل وبسيط وسريع. اهم حاجه ان هو يبقى، لو انت ما بتعرفيش تقشري الجمبري هاتيه مخلي جاهز احسن لك بكتير علشان ما تهدريش منه. هنا بس الزيت عندي يسخن، وهبتدي ان انا انزل البصله دي مكعبات، وهنزل معاها الثوم كده. ودلوقتي عند البهارات الصحيحة بتاعتي، عندي عود قرفة وعندي حبهان وعندي ورق غار، هحطهم كده وهبتدي بقى اشوح كل الخليط ده لحد ما تشمي ريحة البهارات كده. وبعدها اول حاجة هنزل بالجزر، الجزر ده مبشور علشان ياخد ريحه البهارات كلها. معلومه مهمه، الروبيان او الجمبري بيبقى السوى بتاعه قليل جدا، ما بياخدش وقت، فانا بحطه يعني قبل الاخر كده علشان الجمبري لما بيقعد كتير على النار بيشد منك. فاهم حاجه بس اول ما تحسي ان هو خلاص استوى تشيلي، دي اهم حاجه. الجزر كده يدبل بس، وبعدها هنزل بالروبيان علشان بقى ابتدي انكهه بالبهارات بتاعتي اهو كده بالشكل ده. هبتدي دلوقتي ان انا انزل الروبيان او الجمبري بتاعي. وهبتدي بقى ان انا اقلبه، هتلاقيه خد لون جميل على طول. دلوقتي بقى هحط البهارات المطحونة، كمان رشة كده بسيطة بس كده بابريكا. ودلوقتي هحط الملح والفلفل بتوعي كده كده. انا ما بكترش بهارات لان البهارات اللي انا عاملاها اللي هي بتاعت البرياني حاطة فيها كل البهارات اللي هي ممكن تنكه بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اقلب الخليط، هتقلبيه كده. هضيف الفلفل الحار بتاعي، انا بس بحطه كده بيدي نكهة لكن ولا هيبقى حراق ولا اي حاجة. فالناس اللي ما بتحبش الشطة ما تقلقش. وده عندي زبيب انا نقعاه في مية. ليه نقعاه في مية؟ عشان يبقى طري بالشكل ده اهو، عشان تشوفوه. فعشان يبقى طري بالشكل ده بس بنقعه في مية سخنة لمدة نص ساعة وبعد كده بتصفيه، ضروري ما تنقعهوش كتير، انا بس عايزاه يتحمر مع الخليط. والناس اللي ما بتحبش المكسرات خلاص ممكن تستغنى عنه. هشوحه كده تشويحه خفيفه يعني، لانه على طول ممكن يتحرق، فبس تشويحه كده. وهنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي. ودلوقتي بعد ما الخليط اتسبك كده معايا وابتدى ان هو يتقل، انا هسيبه على جنب وهبتدي بقى ان انا ارص الطبقات. الرز عندي مسلوق 3/4 سوا. ليه مسلوق 3/4 سوا؟ عشان ما ياخدش وقت منك. بتسلقيه عادي في ميه بشويه ملح، وممكن تحطي البهارات الصحيحه اللي احنا حطيناها دي وتسلقيه وتخليه كده. لو انت مش حابه ان انت تعمليه بالجمبري، ممكن انت تعمليه باللحمه او بالفراخ، بس دلوقتي الجمبري الوسط يعني سعره مش قوي، فممكن ان انت تجيبيه بس مخلي كده وتعمليها، فمش هتكلفك كتير. انا دلوقتي هبتدي بقى ان انا ارص الطبقات، هقفل النار. بعد ما ارص الطبقات هبقى افتح النار علشان الرز ما يتلسعش منك، دي اهم حاجه. هبتدي بقى ان انا احط نص الكميه، انت بقى على حسب المقدار اللي انت عايزاه. وبعد كده هتحطي الخليط ده زي ما هو كده، هتبتدي بقى ان انت تنزلي كده الخليط. وهتبتدي بس ان انت يعني تسوي مش اكتر اهو، ممكن زي ما قلت بقى تزودي الرز اللي يعجبك. كده كده هو كله هيتغرف على بعضه، بس
انا بحاول ان انا عايزه شويه من الرز يبقى لونهم ابيض وشويه يبقى لونهم اصفر. دلوقتي هوريكي ازاي هتعملي الحركه دي. ده عندي بصل اللي هو زي البصل بتاع الكشري، بس بتقطعي البصل حلقات وبتعفريه بالنشا مش بالدقيق. الدقيق بيعجن البصل وما بيخليهوش يحمر حلو، فهتعفريه بالنشا وتحطيه في مصفى، يعني تنخليه ينزل كل النشا الزياده، وتكوني مسخنه زيت وتنزلي فيه شرايح البصل بالظبط زي بتاعه الكشري. فانا هحطه بس كده في اي جنب في الحله كده، تحطيه كده في جنب الحله، وبعدين في الجنب التاني ده عندي بودرة زعفران، عشان الزعفران طبعا سعره غالي جدا، فاستعنت ببودرة الزعفران. ممكن تدوبيها في مية ورد، وممكن تدوبيها في شوية مية عاديين كده وخلاص. الناس اللي بتقول ممكن اجيبه منين، اي سوبر ماركت كبير هتلاقي فيه متوفر في القسم بتاع البهارات مكتوب عليه يعني بودرة زعفران او صفار زعفران، يعني بيبقى مكتوبة كده، وممكن تلاقيها عند اي عطار كبير، فهتلاقيها. هي كده عندي. هبتدي بقى ان انا احطه في النص التاني كده بالشكل ده، ودلوقتي هسيبها 10 دقايق على نار هادية وبعد كده تتقدم. وبكده يكون طبق البرياني جاهز. ما تنسيش لو عجبتك الوصفة تعمل لها لايك وشير، وتتابعينا على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى الوصفة.com. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.